هانت يا أبو اليمن هانت، كلها كم يوم وهي رح تجي لعندك وبدون عزيمة. لك على مين كل هالدلال يا شطورة؟ على مين؟ شو بدك بالحكي؟ بستاهل وبتنحط عالراس كمان، بتدلل بالمصاري كلهم باسمي. ماما يامن شب منعزل عن كل أهله، يعني لا بيحب يشاكله ولا عنده يشاكله، هيك ما بيحب يختلط فيهم. يمكن مشان ما يسببوا له أحراج أو وجع راس. ليش لا؟ ماما يامن قديش عمره؟ 30 سنة. 30. ليش عم تسألي؟ لا ما في شيء، بس كأنه مبين أصغر من عمره. لا مو مبين أصغر من عمره، أصلاً مبين أكبر من عمره. يعني أنت لا عصبتي ماما، يعني أنا شايفته هيك. أنت هيك بتشوفي، بس هو كبير. إيش بيعرفني أنا؟ بكل الأحوال هو شباب وحلو، عمره 30 سنة، يعني بكل الأحوال صغير. ماما دخلك يامن مو خاطب؟ لا ما له خاطب، ولا لو متجوز كمان. ايه وانت شو عرفك؟ شلون بقى شو عرفني؟ انا اصلا ما لمحت بايده لا خاتم ولا دبله ولا اي شيء. بعدين هو ما قال لي. كان قال لي. وليش لحتى يقول لك ماما؟ وليش بقى لما يقول لي؟ ليه؟ مو هو على اساس معتبرنا انه نحن مثل عيلته الصغيره؟ يعني انت مثل اخته الكبيره؟ ايه مثل اخته الكبيره. بعدين ماما انتي ليش عم تسألي عنه؟ ولا شي، بس حابة أعرف قصته بالضبط. أي قصة بدك أحكي لك إياها؟ يعني وقت بيجي لعنا بتعدي انتي وياه شو بتحكوا مثلا؟ يعني عن شو بدنا نحكي؟ عن شو؟ يعني طالما انتي مثل أخته الكبيرة، يعني إنه يحكي لك عن تفاصيل حياته، شغله، أهله، حبيبته. يعني بعدين ماما نحن ليش ما منتعرف على أهله؟ مو نحن بنقربه؟ مو ضروري ماما نتعرف على حدا، ولا بدنا نشوف حدا، وبعدين هالقصة كلياتها ايميليا بقى، لا بقى تفتحيها. أنا ما بدي أفتح لك ولا سيرة ماما، بس كان بدي أعرف إذا كان هو متزوج ولا لا. وليش بقى بدك تعرفي إذا كان متجوز ولا لا؟ إيه ماما فضول يعني مو أكتر. على علمي إنه كان بيحب وحدة وبده يتجوزها، بس أهلها ما رجوا يعطوا إياها. كان بده يتزوج؟ شو بكي؟ ليش انصدمتي؟ شو هو أول واحد ولا آخر واحد بيحب وحدة وأهلها ما بيرضوا يعطوا إياها؟ لا لا مو أول واحد ولا آخر. الله الله يوفقك. كلي ماما، كلي ماستر، ما أكلتيها. كلي. بدك تحكي لي ليه طلعتي قبلي من المدرسه ولا عم تخليني كذب على امك؟ يا ستي ما رح احكي لك، ضروري تعرفي كل شيء. يعني ايه بدي اعرف كل شيء، بس ما احكي لي. ماشي يا ستي، انا رحت قابلت شب. حلو الحكي. ومين هذا الشب؟ يا ستي تعرفت عليه على النت. شلون لقيتي يعني؟ يعني حدا بعت لي اد وانا وافقت، هي هي كل القصه. شو بيشتغل؟ على اساس انه هو مهندس ومعه مصاري كثير، وقال شوف فاتح شركه. وهو عن جد هيك؟ نو هو واحد كذاب وملعب، لا فاتح شركه ولا بيشتغل مهندس ولا حتى معه مصاري. يعني عن جد طلع هيك ما معه شيء؟ يا ستي مو الحق عليه، الحق علي انا صدقته ورحت شفته. قال شو؟ ليكي شو صار معنا بالكافيتيريا؟ هو طلب فنجان قهوه وانا طلبت عصير، قام شو صار يا حذرك؟ ضل يحوس ويلوس يحوس ويلوس لحتى قال لي بتعرفي شو؟ انا نسيان المصاري بالبيت، سوري ممكن تدفعي عني؟ تضربي انت والمشوار المعتري؟ الغلط مو غلطه، غلطي انا اني رحت شفته وصدقته. ايه بتستاهلي، الله لا يقيمك. يا ستي عن جد بستاهل. جد بقى؟ ليه ما حكيتي لي من الاول؟ انا كان بدي اقول لك،
بس كنت حابه اتاكد من التفاصيل اللي كذب علي فيها بالفيسبوك. يا الله نايمك، بتستاهلي اكثر من هيك. خلاص حنان قلنا لك غلطانين. يا جطبه، انت لو قلتي لي عليه من الاول كنت عرفت لك راسه من اساسه بدون ما تحسبي حالك. ايه وشلون بقى؟ يا ستي انا عندي اكثر من 100 رفيقه ورفيقه على الفيسبوك وكلهم بدهم مني خدمه. هذا اذا مو رفيقك هاد عندي على الفيسبوك اصلا. شلون؟ ما فهمت عليكي. شو اسمه؟ كمان؟ وليش انت بقى بدك تعرفي شو اسمه؟ بركي طلع واحد من رفقاتي بهدلك يا بهدله مو طبيعيه، بمسح لك فيه الاراضي وبعمل له بلوك بحياته ما عاد يضايقك. ايه خلص شبنا فيه، انا قلعته وخلص. انت اعطيني اسمه واتركي الباقي علي. بعدين اذا مو مشانك مشاني حبيبتي، انا ما بدي اترك هيك واحد عندي. اعطيني اسمه. يا ستي اسمه راتب. راتب شو؟ راتب شهري، شو بيعرفني انا؟